السلام عليكم، تحياتي للجميع. رمضان كريم. معكم لاله بوتينه من قناه ديليز دو لاله بوتينه، شهيوات لاله بوتينه. اقتراح اليوم ان شاء الله غادي يكون هو بسيطلات صغار بومبي، تيجيو على قد الفم الكاس ديال العنبه بالكفته، بالحشوه ديال الكفته. غادي نحتاجو في المقادير كما تشوفوا معايا: زلافه ديال الكفته نكونوا مشحرين في مليحه وفي زيرات وشويه ديال زيت البلديه، زلافه ديال الكغويير، يمكن السيده تستبدلو باي نوع فرماج تتفضل، زلافة ديال البصلة مشحرة في زيت بلدية وملح وإبزار، زلافة ديال الشعرية الصينية صابين عليها الماء غليان ومقطعينها بالمقص، ملح وإبزار، مغجولين يمكن السيدة تستبدلو بالمعدنوس لما توفر لهاش، طماطم مجففة، في ريسيبيون غادي نوضعو الشعرية الصينية أو شعرية الأرز، نضيفو ليها البصلة المشحرة، ثم الكفتة، فخوماج، ثم الطماطم المجففة المرقدة في زيت الزيتون، ملح، إبزار، قليل من المغجولين يمكننا نستبدلوه بمعدنوس طري، نخلطوا المقادير مع بعضياتها حتى تنسجم كل المكونات فيما بينها. نقبطو ورقة ديال البسطيلة وندهنوها بشكل جيد بالزيت. بالنسبة لهذا الزيت نستمتعو بليزيبيس أو العطرية ديال البيتزا، كنحضرها في المنزل، تيلدد الورقة. وغادي نحتاجو إناء أو غطيير هكا يكون صغيور ويكون بومبي باش يعطينا لافورم. غادي نبسطو وسطو الورقة ديال البسطيلة. بالنسبه لي استعملت هاد البسطيله اندستريال، شويه تتكون قابطه وما تعطيش الطوع. بالنسبه للسيدات اللي في المغرب ما شاء الله الورقه البسطيله، ورقه البسطيله غايه في الروعه وفاسيل انها تتشكل على حساب الاناء، يعني ما غاديش تلقاو هاد الاشكاليه. نوضعوا الحشوه في القلب ديال الاناء، ثم نجمعوا الاطراف بشكل جيد. بالنسبه لبقات لينا ورقه ديال البسطيله شيطه، ما ينساش نقدروا نقطعوها بالمقص ونعملوها في لوفون ديال البسطيلات المجين قبل ما نحطوا الحشوه. نوضعوا هذوك القطع ديال البسطيله باش نمتنوا بها وترونفورسيو بها البسطيله وما تتقطعش وما تتقطعش من الوجه ديالها وتيجي الوجه ديالها مقاد.
من بعد ما كملنا لف البسيطلات كاملين اللي عندنا، غادي ندهنوا لهم الوجه ديالهم بالزبدة. البسطيلات ديالنا اصبحوا جاهزين، يمكن السيده تزينهم على حسب الرغبه. بالنسبه لي اختاريت نزينهم بقطعه ديال الفرماج ساندويتش، قطعته بقطعه الحلوه ومن توسطو هكا نقط من الكاتشب. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم، ما تنساوش لايكي ولا فيديو، كذلك اللي مازال مشترك في القناه يشترك ويضغط على زر ابوني سبسكرايب اشتراك باش توصلوا ديما بالجديد. كذلك اللي عندكم اي سؤال اي استفسار اي شيء بغيتوا نزله على القناه على الراس والعين، تركوا لي طلباتكم اسفل الفيديو، وشكرا للمتابعه.